حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من العرب الجديد. تسع رقعة الاحتجاجات العراقية، تظاهرات ديكار تتمدد إلى الديوانية وواسطة. في موقع الحرة، غداة حملة اعتقالات لناشطين عراقيين، احتجاجات ومواجهة في الناصرية. في العرب اللندنية، بغداد تستغرب مفاجأة واشنطن بشأن العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي. طالع في صحيفة المدى، يتبعون الفياض عشرات المسؤولين العراقيين على قائمة العقوبات الأمريكية. وعنونت الشرق الأوسط، الحوثيون مستاءون من زيارة غريفيث إلى عدن ويستبعدون حلولا وشيكا. ونقرأ في القدس العربي، عباس سيصدر مراسيم تحديد إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري. أما في الخليج الإماراتية، ديمقراطيون يقدمون يوم الاثنين تشريعا يدعو إلى مساءلة ترامب. علقت صحيفة اندبندنت عربية على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض ضمن لائحة العقوبات بعد اتهامها له بإدارة أعمال القمع والقتل التي تعرض لها المحتجون العراقيون في أثناء انتفاضة تشرين. وذكرت الصحيفة أن تلك الخطوة تهدد ربما بدخول البلد في عزلة دولية إذا عجزت حكومة الكاظمي عن حل الإشكالات المتعلقة بتنامي نفوذ الأذرع الموالية لإيران على حساب الدولة العراقية وعدم حسم ملف انتهاكات حقوق الإنسان. الصحيفة ذكرت أن الفياض كان قد أجرى زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بالتزامن مع بلوغ قمع الاحتجاجات ذروته في 2/1/2019، والتقى عددا من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الدفاع الأمريكي قبل أن يطلق تصريحات ضد المتظاهرين في 7 من الشهر ذاته، توعد فيها برد مدون وهدد بالقصاص ضد من وصفهم بالمتآمرين الذين أججوا التظاهرات. أشارت الصحيفة إلى أن تلك التصريحات تزامنت مع تعرض المحتجين العراقيين لعمليات قمع واسعة باستخدام الرصاص الحي، ووصلت إلى حدود استخدام القناصين في مواجهة المحتجين. وتنقل الصحيفة عن مراقبين قولهم إن تلك العقوبات وضعت الكاظمي أمام مسارين في المرحلة المقبلة، إما الإبقاء على الفياض وهذا يعني مزيدا من العزلة الدولية للعراق، أو استبدال الطاقم المستهدف وجعل الحشد الشعبي عملياً ضمن إطار سيطرة القائد العام للقوات المسلحة. وتضيف الصحيفة أن مسار التعقيد الذي يشهده حلفاء إيران في الفترة الماضية في تزايد مستمر، خصوصاً بعد انفكاك حشد العتبات التابع للمرجعية، مشيراً إلى أن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية منصب حالياً على أذرع إيران في المنطقة، والقرار الأخير يعد استكمالاً لسياسة الضغط الأقصى الممارسة ضد طهران. وأضافت الصحيفة أن واشنطن باتت تشعر بعجز الكاظمي عن وضع حد لتحركات الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراء مباشر، مبينة أن غاية الإجراء تتمثل في إحراج الحكومة الحالية ووضعها أمام مفترق طرق، إما اتخاذ خيارات حقيقية إزاء القوى الموالية لإيران، وإما خيار عزلة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. جاءت العملية السياسية في العراق التي فرضها المحتل الأمريكي بعد 9 من شهر نيسان في عام 2003 لتمثل حالة سياسية وواقعا ميدانيا ومنعطفا تاريخيا في حياة الشعب العراقي، وأصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن العراقي بعد أن ثبت زيف الأهداف وضحالتها وانعدام الرؤى الفكرية والسياسية والاقتصادية،
إياد العناز ذكر في صحيفة البصائر أن هذه العملية كان من أهدافها خدمة الاحتلال وإبقاء العراقي رهينة للتجاذبات الدولية والإقليمية وإضعاف دوره الوطني وإبعاده عن محيطه العربي. هذه العملية جاءت بمصطلحات غريبة عن النسيج الاجتماعي العراقي المتماسك، فكانت مفردات المحاصصة السياسية والطائفية والفساد الإداري والاقتصادي وسيطرة الأحزاب على القرار السياسي واستمرار التدخلات الإقليمية المتمثلة بالدور الإيراني وأدواته داخل البلاد، بحيث أدى إلى ظهور الدولة العميقة والمتوازية، وأصبحت أكثر وجوداً وتأثيراً وفعالية من الدور الحكومي الذي تقوده السلطة الحاكمة التي تشكلت بعد الاحتلال الأمريكي وبمساندة ودعم النظام الإيراني، والتي بدأت تخدم مسارات المصالح المشتركة لكل من واشنطن وطهران، وشكلت رافداً وقاسماً مشتركاً في التفاهمات والتجاذبات السياسية بينهما على الأرض العراقية بعيداً عن آمال وطموحات أبناء الشعب العراقي. لقد أدركت الجماهير حقيقة ومأساة العملية السياسية وما نتج عنها من أساليب في عمليات هدر المال العام وضياع الثروات وسفك الدماء واستمرار مسلسل الاغتيالات والملاحقات الأمنية والإخفاء القسري أمام هذه الوقائع المأساوية والمنعطفات الميدانية. تأتي تصريحات المسؤولين لتؤكد حقيقة هذا الوضع، عندما تتم الإشارة إلى ضعف وعجز منظومة الحكم القائم عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن وتعاظم الأزمات التي تحيط بالحياة اليومية للشعب، وتنعدم الرؤى الميدانية في معالجتها وإيجاد الحلول لها، بما يزيد من معاناة ومكابدة الشعب العراقي. ورأى الكاتب أن العراق يفتقد إلى منظومة سياسية متراصة بسبب المحاصصة الطائفية التي سعت الأحزاب المشاركة في هذه العملية السياسية إلى توسيع دائرة الطائفية الاجتماعية خدمة لأهوائها وتمزيقا للنسيج الاجتماعي العراقي المتماسك. يجب ألا ننسى أن النظام الحالي في العراق مدعوم بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية دول العالم منذ عام 2003، وتبذل دول العالم الجهود الكبيرة لتقوية شوكة الأجهزة الأمنية الحكومية في العراق والوقوف مع النظام السياسي الحالي. هذا ما ذكره وليد الزبيدي الذي رأى في صحيفة الميثاق الوطني أن المهمة الرئيسة للمنظومة السياسية وأجهزتها الأمنية بمختلف عناوينها ومسمياتها تتمثل في قمع العراقيين المناهضين لهذه العملية السياسية وللحكومات القابعة في المنطقة الخضراء. فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي والتعليمي والبيئي والصحي، فإنه يعيش حالة من التردي غير المسبوق بعد استشراء الفساد المالي والإداري في البلاد وتواصل عمليات نهب ثروات العراق الممنهجة، حيث يقر أقطاب العملية السياسية أن الجميع شركاء في النهب والسرقات وفي انتهاكات حقوق الإنسان. وأبرز صورة لتلك الانتهاكات تعلنها أعداد الناشطين المدنيين والإعلاميين الذين تم اختطافهم وتعذيبهم وقتل المئات منهم خلال العام المنصرم 2020. ولم تكن تلك الممارسات الحكومية ضد العراقيين جديدة ومقتصرة على هذه الفترة، بل تمتد إلى عمر العملية السياسية التي بدأت في القمع والتهجير والاعتقالات وتشريد ملايين العراقيين منذ بداية الاحتلال في ربيع العام 2003، ولم تتوقف على الإطلاق، وشملت تلك الجرائم البشعة جميع مناطق وفئات المجتمع العراقي، وتقف جميع المصاعب بوجوه العراقيين الذين يفترض أنهم يعيشون في بلد يسخر بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية والعقول والكفاءات التي ساهمت في بناء العراق منذ تأسيسه مطلع عشرينيات القرن الماضي. ولا بد من القول إن انقضاء قرن كامل في حياة الدول والأمم يرسم أفقاً تصاعدياً في جميع مناحي الحياة إلا في العراق، حيث يسجل تراجعاً مخيفاً في كل شيء. أضاف الكاتب: ليس ثمة مؤشر حقيقي على إدراك الطبقة السياسية الحاكمة لحجم الأخطار التي تجلبها هذه الطبقة للعراقيين جميعاً، وأنها تصر على تجاهل صرخات الغضب والرفض الذي يشهده الشارع العراقي، وهذا يضع البلد بأسره في وديان الأخطار الكثيرة والمتداخلة.
في ذكرى مرور عام على قتله، عاد قاسم سليماني ليحتل صدارة الإعلام من جديد، أقله لبعض الوقت في ظل احتفالات أقيمت له في إيران والعراق واليمن ولبنان، إذ تحضر السطوة الإيرانية، وفي ظل تجدد الحديث عن ثأره الذي ستأخذه إيران. وهذا ما ذكره ياسر الزعاترة في موقع عربي 21، وقال إن حجم الوعود التي بذلت في هذا السياق كانت كبيرة، مع أن الهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية قد اندرج ضمن تلك الردود. قبل أن نتحدث عن التناقض الإيراني في سياق مديح سليماني، نشير إلى مسألة الثأر التي يمكن القول إن مدى انتظارها الزمني لم يتبقى عليه سوى 10 أيام، أقله في المدى القريب، حتى تتبدى استراتيجية بايدن حيال إيران. وإذا لم تقم الأخيرة بتنفيذ عملية أو عمليات غالباً عبر الوكلاء، فإنها لن تفعل في المدى القريب، كي تبقي على الأمل بموقف جديد من بايدن يخلصها من العقوبات. نأتي هنا إلى التناقض الإيراني فيما خص الحديث عن سليماني، ذلك أن تزكيته تركز على مواجهته للتكفيريين بحسب وصف التابعية الإيرانية، ثم للحلف الأمريكي الصهيوني، ما يتجاهله القوم ولا ينسونه بالطبع هو أن الطيران الأمريكي هو من غطى حشد سليماني حين كان يتقدم في المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة. هذه النقطة تثير حرج إيران وأتباعها، لكنهم يغطونها بالأكاذيب بسبب مساعي التغطية على حقيقة مشروع التمدد المذهبي، إذ كيف يمكن تبرير قتال أمريكا وبجانبها إيران لقوى محسوبة على أهل السنة؟ ولذلك رأينا نصر الله في مقابلته الطويلة مع الميادين يتفاخر بالمقاومة العراقية كأن الناس بلا ذاكرة، ويمكن أن تنسى أن حلفاء المالكي والعامري وسواهم كانوا مع الأمريكان في قتال قوى المقاومة العربية السنية. وذكر الكاتب أن الخلاصة هي أن عداء سليماني للأمريكيين والصهاينة لا يجعل كرهه في أوساط الغالبية في المنطقة، لا يجعل هذا الكره غير مسوغ، فلكل شأن حسابه، ومجازره في سوريا والعراق واليمن لا يغسلها دعم المقاومة في فلسطين. فكيف حين يكون هذا الدعم المذكور جزء لا يتجزأ من الدعاية لمشروع تمدد مذهبي يريد تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا في المنطقة واستعادة ثارات التاريخ القديم؟ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على العزلة المتزايدة والضغوط الشديدة التي يتعرض لها الرئيس دونالد ترامب بعد حادثة اقتحام الكابيتول. وذكرت الصحيفة أن ترامب عبر عن رفضه اقتحام حشد من مؤيديه مبنى الكونغرس، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال هادئ وسلس للسلطة في 20 من شهر كانون الثاني الحالي. لكن الانتقادات الموجهة له تصاعدت كثيرا وجعلته في حال من العزلة والغضب. بحسب الصحيفة فإن ترامب قضى يوما صعبا في البيت الأبيض بعد الحادثة، حيث لم يتمكن من الدخول إلى حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أكد بعض المستشارين أنه كان معزولا وغاضبا. وتضيف الصحيفة أن ترامب رفض الرد على مكالمات عدد من مستشاريه، ومن بينهم حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي قال إنه أمضى 25 دقيقة يوم الأربعاء في محاولة الاتصال بالرئيس لحثه على أن يدعو علناً إلى وقف العنف. وكشف بعض المقربين من ترامب أنه ما زال غاضباً من نائبه مايك بينس بسبب ما اعتبره خيانة لرفضه محاولة عرقلة مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن. والخميس ابتعد العديد من موظفي البيت الأبيض عن المكتب البيضاوي تجنباً للاحتكاك بالرئيس، الذي وصفه أحد المستشارين بأنه في مكان مظلم. وقال بعض المقربين من ترامب إنه يبدو منشغلاً بخسارته في الانتخابات أكثر من انشغاله بما حدث في مبنى الكونغرس. واعتبرت الصحيفة أن وضع ترامب ازداد سوءاً بعد أن قدم عدد من المسؤولين في إدارته استقالاتهم على خلفية أحداث الشغب في الكونغرس. وأكد أحد المستشارين أن العديد من مسؤولي البيت الأبيض مستاءون من الأحداث الأخيرة ويعتبرونها طريقة مأساوية لإنهاء الفترة الرئاسية.
رأت الصحيفة أن هناك كثيرا من الغموض الذي يحوم حول الأيام الأخيرة المتبقية من رئاسة ترامب، فقد أبلغ الرئيس مستشاره أنه يفكر في إصدار عفو عن نفسه قبل مغادرة المنصب، لكن هذه الخطوة قد لا تكون مجدية. ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه بعد حادث اجتياح مبنى الكونغرس من الآلاف من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تنتظر الإدارة المقبلة أوقاتا عصيبة لتحقيق أهدافها الدبلوماسية دوليا، خاصة في علاقاتها مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي. وتساءلت المجلة كيف تستطيع واشنطن من الآن فصاعدا الاستمرار في تعزيز الديمقراطية خارج الحدود، في حين بات نظامها الديمقراطي محل شك وتساؤلات. المجلة ذكرت أن سياسات ترامب الخارجية، إذا وضعنا جانبا خطاباته وشخصيته وضعف مهاراته الإدارية، كانت في الغالب سياسات يمين الوسط، فقد كان حازما في مسألة الدفاع عن الوطن، واتخذ موقفا متشددا ضد الصين وإيران وتنظيم داعش. لكن في بعض المجالات التي انحرف فيها عن السياسات السابقة ساعد في تشكيل إجماع جديد، حيث بات الآن الجميع تقريبا يؤيد مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين وتبني موقف أكثر حذرا بشأن الحروب الاختيارية في الشرق الأوسط. ورأت المجلة أن السياسات التي أنصت فيها ترامب لغرائزه، مثل انتقاده الشديد للحلفاء أو انبطاحه الغريب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصيرها أن تزول بمغادرته البيت الأبيض. أما علاقة واشنطن بحلفائها الأوروبيين، فرأت المجلة أنهم أعطوا هذا الأسبوع سبباً إضافياً لواشنطن للتشكيك فيهم من خلال توقيع اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين، وهو ما يشير إلى أن فكرة جبهة أمريكية أوروبية مشتركة ضد بكين هي فقط نتاج تفكير بالتمني لدى البعض. وتضيف المجلة أنه يبدو واضحاً جداً من توقيت توقيع الاتفاق أن الأوروبيين أرادوا إرسال إشارة إلى واشنطن، مفادها أنهم لم يعودوا يقبلون ببساطة أن يبقوا شركاء صغاراً للولايات المتحدة مع إدارة بايدن المقبلة. هذا وأعربت المجلة عن تخوفها من أن يكون هذا التوجه الجديد مقدمة لتغييرات أخرى لاحقة ستعقب خروج بريطانيا، التي كانت تلعب دوراً محورياً في الربط بين واشنطن وبروكسل من الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح دول القارة العجوز أكثر استقلالية وانكفاءً على الداخل وأقل انفتاحاً على علاقات ما وراء الأطلسي. تداول نشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر فيه طفل وهو يوجه كلمات شكر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عند قبره بمناسبة إتمام المصالحة الخليجية التي كان يسعى إليها الأمير قبل وفاته في شهر أيلول الماضي. يظهر هذا الطفل في المقطع بجانبه أعلام ودول خليجية مستنداً على ضريح الأمير الراحل، ويوجه كلمات له ليخبره بإتمام المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من حصار قطر. أضاف الطفل في كلماته للأمير الراحل: أبونا نواف كمل مسيرتك، في إشارة للأمير الراحل الحالي للبلاد والذي تمت في عهده المصالحة. نبقى الآن مشاهدينا مع هذه الرسوم المختارة الكاريكاتورية.
وبهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.